معلومة طقسية: طقس صلوات اليوم سنوي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة التاسعة. الصوم يصام ويجوز فيه الانقطاع ويؤكل فيه السمك. الألحان جيف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي، الأوشية الموسمية، المياه، التوزيع، المزمور الماء والخمسون والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنيمو إميفيارو، بارك مياه الأنهار. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم التاسع من شهر مصر المبارك أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس آري القس. ولد هذا القديس ببلدة شطانوف، وهي قرية تابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية. كان كاهنا طاهرا كثير الرحمة، حتى استحق أن يعرف الأمور المستقبلية بالوحي الإلهي. منحه الله موهبة شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. علم والي نيقيوس بالقديس فعرض عليه عبادة الأوثان فرفض، فأمر الوالي بتعذيبه، فظهر له السيد المسيح فشفاه وقواه. ولما تحير الوالي في أمره أرسله إلى أرمانيوس والي الإسكندرية لكي يبعده عن شعبه، وهناك عذبه أرمانيوس كثيرا وسجنه، فشفى عيني ابن السجان، وجذب بهذه المعجزة كثيرين من الوثنيين إلى الإيمان المسيحي. فرماه أرمانيوس في آتون نار متقدة، ولكن أنقذه الرب. ثم أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة، وكتب يوليوس الأقفاصي قصته وكفن جسده الطاهر وأرسله إلى شطنوف كوصيته. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا، كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير. التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا، وفيما هو يكلمهم بهذا ابتدى الكتبة والفريسيون يحنقون جدا
ويصادرونه على أمور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدى يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فليس مكتوم لن يستعلنا ولا خافي لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله، بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله، وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. والمجد لله.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم احبائي 9 مصر وبتكلم تذكار الاستشهاد القديس اوري شطانوفي. قديس اوري واسم اوري يعني نوري، والكنيسه بتخصص قرايات تخص الاباء القديسين الشهداء، وتقريبا الجزء ده تحديدا يتقال حوالي 10 مرات على مدار السنه. طبعا في اجزاء تانية تخص شهداء تانيين. في مزمور العشية بيبدأ يتكلم عن عمل الله العجيب في قدسيه، يقول عجيب هو الله في قدسيه، إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشعبه. وفي إنجيل العشية من متى 10 بيدي تحذيرات للمؤمنين علشان الأمر ده يخص اللي هيشهدوا للمسيح. فالمسيح يقول لهم كده: هانا أرسلكم كغنم وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم. يعني المسيح وضح لهم نتيجة الشهادة باسمه إيه المصير اللي ممكن يكون منتظرهم. عشان كده في إنجيل باكر يقول كده: تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسم، لكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. يعني كلمة السر، فالذي يصبر، الذي يصبر ويحتمل هذا يخلص. في البولس، رسالة معلمنا القديس بولس الرسول للعبرانيين، يقول كده: فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة. يعني فكروا في ربنا يسوع المسيح اللي احتمل الخطاة، مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا. يعني خلوا مصدر التعزية بتاعتكم شكل المسيح وهو يحتمل التعييرات والأمور المخزية، الإهانات، الظلم، كل الأمور دي كلها تحطها قدام عينيكم لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، لألا تتعبوا. خلوا المسيح يكون دايما هو مصدر التعزيات ليكم واحتمال المشقات. في الكاثوليكون، رسالة معلمنا قديس بطرس الأولى إصحاح 4 يوجه كلامه للمؤمنين ويقول لهم كده: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم. يعني الضيقات والألمات والامتحانات دي اللي محطوطة هي تزكية للإيمان. يعني دي كلها أمور امتحانات الله يحطها للإنسان علشان يزكيه وينقيه ويديله دفعة ويكون لنموه والرفع المستوى الروحي بتاعه. والامتحان هيكون في 3 مواد. الامتحان يكون في 3 مواد: امتحان في الإيمان، امتحان في المحبة، امتحان في الرجاء. 3 مواد دولت مهمين جدا، وتقريبا بدونهم احنا مش هنخش السماء. امتحان الإيمان زي ما شفنا أبونا يعقوب أبو الآباء اللي اتحرم من ابنه يوسف لمدة 20 سنة، اتحرم من ابنه يوسف لمدة 20 سنة لدرجة ان هو ظن ان هو مات، ومن كتر البكاء عليه اتعمى. لكن الضيقة ديت ملغتش ايمانه، ملغتش محبته لربنا، وفضل متمسك جدا بالله، وفضل مآمن بربنا حتى بعد ما فقد رحيل اللي كانت محبوبته ويوسف ابنه حبيبه، لكن فضل متمسك بإيمانه. الامتحان الثاني امتحان المحبة، وده نلاقيه مع أبونا إبراهيم أبو الآباء. الله يطلب من أبونا إبراهيم أمر صعب جدا، يقول له كده: خذ ابنك وحيدك اللي حيلتك الذي تحبه وقدمه لي محرقة. ابنك الوحيد دوت اللي حلتك الذي تحبه، ويفكروا كده. يعني انت يا رب عارف ان انت ابن ابراهيم بيحب ابنه، قال له وتقدمه ليه محرق. امتحان محبة، امتحان صعب.
لكن الله يقول لإبراهيم هل تحب ابنك إسحاق أكتر مني؟ لكن الإجابة كانت غريبة جدا من أبونا إبراهيم أبو الآباء. يقول الكتاب كده على طول بعد ما الأمر ده خلص، يقول كده فبكر إبراهيم، يعني قام من الصبح بدري، ما انتظرش وما عطلش الدنيا، لكنه بكر وبدأ يعد الأمر علشان يقدم ابنه إسحاق، لغاية ما وصل لمرحلة إن هو يرفع السكين علشان يبدأ يقدم ابنه إسحاق وينجح في الامتحان، امتحان الإيمان، ويكون لسان حاله لسان حال أبونا إبراهيم، يقول كده هفضل يا رب أحبك حتى لو أنا فقدت أعز إنسان لي. عشان كده القديس مرقس الناسك، قديس مرقس الناسك يقول كده الحب الحقيقي هو يختبر في الضيق، الحب الحقيقي يختبر في الضيق، ده امتحان المحبة. في امتحان الثالث، امتحان الرجاء. ممكن الله لا يستجيب للصلاة وما يستجيبش، ممكن بسرعة، ممكن يأجل، ممكن ما يستجيبش أصلا لإرادة الإنسان أو للأمر اللي هو عايزه. نشوف كده إيليا النبي لما صلى علشان الدنيا السماء تنزل المطر، ويبدأ يرسل تلميذه حوالي 6-7 مرات علشان يقول له ها في مطر ولا مفيش، لكن في كل مرة يقول له لا مفيش مطر، مفيش حتى بارقة أمل، لكن يفضل إليه متمسك برجائه، يفضل منتظر الرب، ويفضل يصلي بإلحاح لغاية ما في 7 مرة يلاحظ تلميذه إن في سحابة قد كف الإيد. فيعمل إيه أبونا إليه لو ما ظهرتش السحابة الصغيرة دي؟ طب تخيل كده إن هو يفضل برضه يلح على ربنا ويفضل يصلي ويفضل عايش في الرجاء بتاعه. ده امتحان الرجاء اللي نجح فيه. امتحانات كلها لأولاد الله مطالب مننا كلنا ان احنا ننجح فيها. عشان كده يجي في مزمور القداس يقول برضو في المزمور امر خطير جدا، يقول كده كثير هي احزان الصديقين. يعني تخيلوا كده انسان صديق بيرضى الله بيخاف الله لكن اموره كلها صعبة واموره كلها حزن، لكن من جميعها ينجيه الرب. يعني الأمر المعزي إن ربنا واقف مع الإنسان دوت طالما عايش في مخافته. في إنجيل القداس، إنجيل معلمنا قديس لوقا إصحاح 11، بيتكلم ويقول كده لا تخافوا بل خافوا، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. وهنا عايز يقول لنا ان في الخوف نوعين، في خوف روحي وخوف غير روحي، في خوف مقبول وخوف مرفوض. هو اصلا الخوف ده جه منين؟ في الحقيقه الخوف دوت الانسان لما اتخلق على صوره الله ما اتخلقش وجواه خوف، لانه كان على صوره الله، صوره القداسه والطهاره والاطمئنان والامان، ما كانش فيه خوف في حياته. لكن لما سقط بالعصيان، أكل من الشجرة، بدأ هنا الخوف يدخل جوه قلب الإنسان. عشان كده تلاقى أبونا آدم بعد ما أكل من الشجرة ويبدأ الخوف يخش جوه قلبه، يستخبى من ربنا أول ما يسمع صوته، فربنا يقول له كده آدم أين أنت؟ طبعا الله عارف آدم فين، لكن عايز يبقى فيه حوار بينه وبين آدم. فآدم يرد يقول له كده سمعت صوتك فخشيت، يعني أنا خفت أول ما سمعت صوتك لأني عريان فاختبأت. الخوف يخش الإنسان لما الخطية تكون هي حياته. في أنواع كتيرة أوي من الخوف، أنواع كتيرة من الخوف. في الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي ده الخوف العادي، الخوف الإنساني، وده مش خطية. يعني اللي يخاف مثلا من الضلمة، يخاف من مكان مهجور وخايف ان يكون فيه امر مجهول، واحد مثلا يخاف من المباغتة اللي هي الخضة، يعني ده خوف طبيعي جوه اي انسان، وارد جدا ان اي انسان يخافه، ده طبيعي ما منوش مشكلة. في خوف تاني خوف مرضي،
خوف مرضي، ده بقى الخوف الوهمي. الخوف الوهمي يعني مثلا تلميذ ليلة امتحان، طبيعي جدا ان هو يخاف، ما فيهاش مشاكل. ليه؟ لان في سبب هنا، ان عنده امتحان بكره فخايف. او في انسان عنده مشكله في الشغل بتاعه، طبيعي جدا ان هو يخاف، ده ما فيهوش مشكله. لكن الخوف المرضي، الخوف اللي هو الوهمي بقى، اللي هو بيخاف بدون سبب، بدون اي داعي، عمال على بطال، هو خايف، خايف يمرض، خايف يموت، خايف على العيال، خايف على مستقبله، خايف، خوف وهمي بدون اي داعي. في نوع تاني اللي هو نوع مخافة الله، ده بقى مش هنقول عليه خوف يعني خطية، ده بالعكس ده يكون فضيلة. يقول لك كده رأس الحكمة مخافة الله، ده اللي احنا بنصلي علشانه، نقول يا رب ادينا من مخافتك، ازرع يا رب مخافتك في قلوبنا، خلينا يا رب نعيش في مخافتك ونرضيك. ده خوف مقبول جدا جدا، مخافة الله. في الخوف من الناس، الخوف من الناس من كتر ما بيخاف إنسان مثلا، من كتر ما هو ما بيخاف من الناس، تلاقيه يتملق الناس اللي حواليه، أو ينافق الناس اللي حواليه، ويتنازل عن مبادئه الروحية في سبيل مصلحة أرضية. ده الخوف من الناس، زي معلمنا القديس بطرس وقت إنكاره لربنا يسوع المسيح، الجارية اللي شافته وقالت له أنت كنت معاه، فينكر. خايف منين؟ من الجارية، خايف من الناس. أو مثلا قديس مرقس أبو قديسة دميانة اللي كان والي للبرولوس، وقت ما يطلبوه أن هو يسجد للأوثان ويبخر للأوثان، يبدأ يعمل الأمر دوت علشان يراضي الإمبراطور، ويبدأ يخاف من الإمبراطور، لكن طبعا القديسة دميانة فوقته. في الخوف من المستقبل، الخوف من المستقبل، واحد خايف من بكرة، شايل هم بكرة، يا ترى بكرة هعمل ايه، يا ترى بكرة هيحصل ايه. ده على طول إنسان خايف وشايل هم المستقبل. فعلماء النفس بيتكلموا عن موضوع دوت، عن موضوع الخوف دوت، وخصوصا خوف المستقبل، يقولوا ان 92% تقريبا، 92% من حالات الخوف ديت تقريبا كلها ما بتحصلش، هي مخاوف وهمية. فالإنسان يفضل سجين للمخاوف بتاعته ديت، ويفضل متعذب فيها. خوف من المستقبل، في الكتاب المقدس مثل عظيم جدا عن حنانيا وسفير، سفر أعمال الرسل، وقت الكنيسة الأولى، وقت ما كل المؤمنين كانوا يطرحوا المال عند أقدام الرسل، حنانيا وسفيرة يخافوا من المستقبل، يقولوا طب احنا لو حطينا كل فلوسنا عند الرسل ايه حالنا؟ فيبدأوا يخافوا من المستقبل، يقولك لا احنا نعمل حساب بكرة، ويبدأوا يختلسوا من تمن الأرض. خوف من المستقبل لكنه خوف مرفوض. كل المخاوف ديت مرفوضة ما عدا مخافة الله، اللي احنا بنصلي من أجلها، نقول له يا رب ادينا ان احنا نعيش في مخافتك كل أيام حياتنا. الله يعطينا المخافة الحقيقية، يجعلنا نعيش المسيح يسوع. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان، إلى دهر الدهور كلها، أمين.